يا مساء الخير والسعادة على أجمل المتابعين ومتابعين شركة مجمع الشامل. اليوم تغطيتنا أو بثنا بمعنى أصح راح يكون غير، لأن راح نبدأ من قسم التخفيضات على أطقم السيراميك اللي وفرناها لعيون عملائنا من تقريبا يومين. من اللي باقي ما لحق على التخفيض الجبار والخرافي اللي وفرناه لكم على أطقم السيراميك؟ طبعا شوفوا معايا في البداية الألوان. قبل كل شيء سووا شير ولايك للبث عشان الكل يستفيد ونكون مستمرين معاكم في بثوثنا الجميلة. شايفين جمال الألوان؟ مرة حلوة متوفر عندنا باللون الأزرق واللون الأحمر واللون الوردي وكمان التفاحي والأصفر. هذه الألوان اللي لسه متوفرة لأنه ما شاء الله الكمية كانت مرة كبيرة ومشيت على طول. خلوني أوريكم جمال اللون الأحمر، مرة حلو لا يفوتكم. طبعا الأطقم راح تجيكم، الطقم الواحد يحتوي على 16 قطعة بسعر 36 ريال بس، عرض جدا مجنون أبدا لا تفوتوا، والكمية جدا محدودة. بس في تنويه لازم إني أوضحه لكم، إن قبل ما تأخذوا البضاعة من المركز لازم تتأكدوا من خلوها من العيوب من الكسر، لأن الأطقم المخفضة ما عليها أي استبدال أو استرجاع. شوفوا معي جمال الألوان مرة ما تتفوت، والأطقم تختلف، في اللي يجيكم زي كذا معكم وفي اللي متوفر معانا بالزبدية وبنفس الألوان الجميلة. راح أوريكم الأشكال الثانية. شوفوا معي جمال الألوان، أبدا ما قدرت أتخطى اللون الموف، مرة جميل. شوفوا معي هنا اللون الأصفر والأزرق كمان متوفر بالزبديات، متوفر بالزبديات باللون الأصفر، اللون الأصفر جدا جميل. راح أحط لكم له صور في اسمه في الإنستغرام، تابعونا في كل الحسابات. حابة تغيري طقم سفرتك، حابة تهدي أحد، كهدية مرة جميلة، سيراميك جودته جدا عالية والسعر مرة مغري. يعني متخيلين ان 16 قطعة تاخذوها ب 36 ريال بس، وشامل كمان لسعر الضريبة اللي لحقوا عليها. طبعا هذه الالوان اللي لسه متوفرة في المركز، اللي هو اللون الاصفر والاخضر والاحمر وكمان اللون السماوي. نجي لقسم الفازات، أكثر قسم طبعا يجينا طلبات عليه قسم المزروعات الصناعية والفازات والورد. فرنا لكم تشكيلة جدا مميزة من فازات القزاز بالحجم الوسط وبسعرنا اللي عودناكم عليه، سعر 5.75 ريال. هللة أبدا لا تفوتكم الشكل الجديد هذا، لسه توفر عندنا اليوم، مرة جميل. هنا نجي المراكن الزرع، مراكن جدا جميلة وممكن تستخدميها كديكور في الزوايا وممكن تحطيها على صينية القهوة، شكلها مرة جميل والتشكيلة فيها مرة واسعة فوق ما تتخيلوا، بكل أنواع الورد اللي تحبوه. هنا عندنا شكل ثاني من المراكن، هنا عندنا المراكن الذهبية بالشكل الجميل هذا بكل أنواع الورد اللي شايفينه. هنا عندنا من الشجيرات الخضراء، هنا عندنا بورد الأوركيد مرة جميل، هنا عندنا ورد الجوري وكمان ورد عباد أو دوار الشمس عفوا، مرة حلوة التشكيلة. هنا نجي الفازات الملونة، الفازات ممكن تستخدموها استخدامات كثيرة، فازات السيراميك الجميلة هذه ممكن تستخدموها كمبخرة، مرة تطلع أنيقة، وسعر 5.75 ريال هللة بس، من الفازات الشفافة تشكيلتها مرة واسعة. هنا عندنا الدائري الشكل أكثر طلبا، تحطون الشموع العائمة للأسماك، الديكورات المختلفة ممكن تحطوا فيه الحجر
طلع شكله مرة جميل، متوفر بكذا شكل مختلف. نروح على قسم الورد مع بعض. شوفوا معي قسم الورد، قسم الورد جدا واسع ومتنوع، وأكيد راح تلاقوا فيه جميع أنواع الورد اللي تحبوها، سواء كان الجوري، الأوركيد، ورد التوليب. معي تشكيلة مرة مميزة. طبعا القسم هذا أنا أكثر قسم أحبه، قسم التغذية البصرية، في كل الأشكال الجميلة. إذا حابة تسوي بوكيه، زيني مدخل، عندك مناسبة، أبدا لا يفوتكم قسم الورد. وراح تاخذ البوكيه كامل بكل الأشكال الجميلة هذا بسعر 5.75 ريال هللة بس. هنا عندنا تشكيلة ثانية من الفازات الملونة. هنا الفازات الثلجية مرة حلوة، شايفين كيف؟ بالحجم الوسط وباللونين الرصاصي والسماوي. ناخذكم لفة على قسم الحلويات. طبعا قسم الحلويات جنب قسم الورد على طول. طبعا هنا في متواجد جميع انواع البهارات اللي تخلي طبختك ألذ، شايفين كيف؟ عندنا الشمر، البصل المطحون، خلطة البروست، كل الأشكال أو البهارات اللي ما نستغني عنها أبدا في المطبخ. هنا عندنا ملون الطعام الأخضر والأصفر وبسعر مرة حلو، راح تاخذ الحبة الواحدة بسعر 3 ريال فقط. هنا عندنا الكركم، البهارات الكبسة، طبعا تشكيلة البهارات مرة واسعة، شايفين هنا كيف؟ جميع أنواع البهارات والأبازير اللي تحتاجوها في طبخاتكم، وسعر 5.75 ريال هللة بس. هنا عندنا بديل الماجي، كثير كان يطلب بديل الماجي، رجعنا وفرناه لكم بسعرنا المميز. العبوة راح تجيكم 200 جرام، اللي مرة حلوة بنفس السعر، مرة جميلة. قسم الحلويات الزحمة فيه ما أحكي لكم، بس راح أحاول إني أغطيه لكم قدر الإمكان. هنا عندنا عروض على كل المنتجات. هنا خلوني أوريكم قسم العصيرات قبل لا أنسى، لأنه متوفر عندنا عصيرات مرة جميلة ولذيذة نفس الوقت بعروض جدا مميزة. عصير الدوبليكس أبدا لا يفوتكم، شراب خالي من الكحول، شراب الشعير الفوار. في عندنا نكهة الخوخ، نكهة الأناناس، كمان نكهة التفاح الأخضر، وراح تاخذوه بعرض جدا مميز. القطعتين بسعر 5.75 ريال هللة بس. هلا. هنا عندنا عصير الراني، عليه كمان عرض، راح تاخذ 3 حبات بسعر 5.75 ريال هللة بس. عندنا كمان هنا الباربيكان، عندنا كمان الفيمتو. الباربيكان متوفر بكذا نكهة، اللي هي الرمان، كمان نكهة الفراولة والكيوي والتفاح، في كمان النكهة السادة اللي يحبوا النكهة السادة متوفرة. الفيمتو محبوب الكل، الصغار والكبار. وفرنا لكم بالتوت الأزرق وبالتوت الأحمر، شايفين كيف؟ كمان للأطفال توفر عندنا، وبسعر 5.75 ريال هللة للـ3 قطع. فهمتوا الغاز كمان نفس الشيء. هنا كمان عندنا العصيرات الحلوة اللي ممكن تحطوها في اللانش بوكس للأطفال بعدة نكهات مختلفة. عندنا نكهة التوت، الفواكه المشكلة، البرتقال، المانجا، عاد انتو والنكهة اللي تحبوها. سعر 5.75 ريال هللة للـ5 أو للـ6 حبات، أتأكد لكم إذا 5 أو 7 5 أو 6 حبات عفواً.
أختم معكم بالأرض الجميل. بس لا قبل ما أختم بوريكم عصير الأوريجينال اللي كثير جينا له طلبات. عصير الأوريجينال رجع توفر بكل النكهات المختلفة. سعر 5 ريال 75 هللة بس. شوف النكهات: الليمون، طاقم مشكلة، التفاح، المانجا، الجوافة، كمان الأناناس نكهة جدا لذيذة لا تفوتكم. ونختم بالعرض المميز والجميل واللي رجعنا وفرناه لعيونكم. شايفين طلبات عملانا أكيد أوامر، عشان كذا وفرنا لكم قشطة التاج بنفس العرض المميز اللي توفر عندنا من قبل. الحبتين بسعر 5 ريال و75 هللة بس. الحقوا عليها لأن الكمية محدودة. في نهاية بثنا لليوم سووا لايك وشير للبث عشان نكون دائما مستمرين معاكم في بثوثنا الجميلة. وإن شاء الله بثنا الجاي راح يكون أجمل بمنتجات من قسم الأواني، لأني ما دخلت لكم لين جوا اليوم نظرا للزحمة الشديدة في المركز. لكن إن شاء الله البث الجاي راح أصور لكم كل المنتجات اللي حابينها.